اللي بيحاربوا الاهلي كتير بالذات في التوقيت ده، يعني عارفين ومش عارفين ومش عارفين يعني بالظبط. مهم يعني في استعدادات دلوقتي، ده الاهم يا جماعه، نركز بجد. النهارده النادي الاهلي على قدم وساق زي ما بيقولوا في استعدادات لمواجهه وادي دجله، مهمة جدا المواجهة دي يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. المباراة مهمة خاصة وإنه الجهاز الفني علشان يعني يواصل الاستمرار، دي حاجة مش سهلة. النهاردة التمرين بدأ الصبح بدري وكان مران قوي جدا وشهد تدريب كمان، يعني كان في حتى يعني اللعيبة حصلت على وحدات تدريبية فنية وبدنية متنوعة استعدادا للمواجهة دي، مواجهة دجلة. الفريق زي ما احنا عارفين وقلنا امبارح استأنف تدريباته بعد راحة السلبية اللي منحها ليهم فايلر، حصلوا على راحة لمدة 48 ساعة وبعد ما فزنا على المصري بهدفين مقابل لا شيء. الأهلي بيعتلي صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بعد ما فاز على المصري بهدفين دون رد. طبعا مباراة مهمة جدا إن شاء الله مع وادي دجلة، فريق كويس، فريق بيلعب كرة حلوة قوي، والنادي الأهلي زي ما احنا عارفين دايما مستمر في انتصاراته، زي ما اتكلمنا وبنتكلم دايما ان من مهام او من اهداف الجهاز الفني في النادي الاهلي انه ان شاء الله يحسم بطوله الدوري في اقرب فرصه للتركيز على البطوله الافريقيه. النهارده برضو فايلر جلسات مستمره بصراحه، الراجل بيشتغل على الجلسات اذا كانت جلسات فنيه. النهارده بيقعد مع الجهاز الفني وبيقعد مع اللعيبه، واعتقد انه كمان فرق على مستوى الاداء ان شاء الله، فرق الى حد ما افضل من المباريات اللي فاتت. شفنا المباراه اللي فاتت على المستوى الفني افضل، كان طبعا قاعد مع الجهاز المعاون مع اللاعبين قبل انطلاق المران النهارده الصبح على ملعب مختار التتش بالجزيره، شهدت الجلسه الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه لتحضير مباراه وادي دجله ان شاء الله اللي هتقام يوم الجمعه اللي جايه في مسابقه الدوري الممتاز. ان شاء الله الفريق هيدخل معسكر بكره الخميس باذن الله، معسكر طبعا مغلق عشان استعدادا لمباراه وادي دجله اللي هتكون زي ما قلت مباراه مش سهله، مباراه صعبه، لكن دايما وادي دجله بيلعب كره حلوه والنادي الاهلي بيحب الفرق اللي بتلعب مفتوح وبتلعب كره حلوه، وان شاء الله نشوف مباراه جيده على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجه. وخلينا كمان اقول لك يا سهام ان من الحاجات اللي انا مبسوط بيها ويمكن فايلر طلبها ان يكون في جهاز دكتور نفسي، والدكتور النفسي طبعا يعني طبعا مهم. خلي بالك يعني الناس بتاخدها بضحك، يا دكتور نفسي، خلي بالكم يا جماعه الكلام اللي بقوله ده موجود في اوروبا بشكل اساسي. بس دي جديده صح؟ لا يعني مش جديده لا خالص. لا لا انا بتكلم في مصر. لا في مصر الموضوع جديد، يعني ان انت بتستعين بدكتور نفسي مش مجرد بس جهاز فني او لا بره. الدكتور النفسي ده جزء من الاجهزه الفنيه، ده جزء مهم جدا وموجود. فان فايلر يقول الكلام ده بناء على طبعا الراجل عايش التجربه بره، وانا عشت التجربه دي بره، ان في فعلا يعني دكتور نفسي. مش معنى دكتور نفسي ان الناس بتاخدها يا عم ده اللعيبه مجان، لا خالص. عمليه التوتر وعمليه الضغط على اللاعبين، واحنا دلوقتي بنتكلم في ضغوط كبيره جدا جدا على اللاعبين وعلى الاجهزه الفنيه، بنشوف دور الدكتور او الاخصائي النفسي دوره مهم جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. بره بيقعد مع مجموعه من اللعيبه اتكلموا ايه مشاكلكم، بيقعد على المستوى الفردي مع بعض اللاعبين حتى على مستوى المشاكل الاسريه، ممكن يكون لعيب بيتاثر اسريا عنده مشكله بره المستطيل الاخضر، ده اكيد لازم يتحل ويتصفى على اساس يبقى اللعيب لما بيخش ارض الملعب بيبقى تركيزه 100% في كره القدم. فده مهم جدا وفايلر طلب الكلام دوت، وان شاء الله نشوف الكلام دوت موجود في النادي الاهلي، لان انا اعتقد زي ما قلت لك يا سهام الضغوط كتيره جدا وخاصه في الاجواء اللي احنا بنعيشها دلوقتي بالنسبه للاعبين، الانتقالات، الضغط، السوشيال ميديا، فلازم يكون في اتزان نفسي زي ما بنتكلم على الاتزان على القوه البدنيه. وفي نصائح طبعا معينه بتتوجه للعيبه دول، ويعني والحقيقه ده المفروض على فكره يتم في كل الفرق. عارف كلامك ده فكرني مين؟ بكابتن علاء نبيل، وانت لما كنت بتتكلموا عن كابتن جوهري ربنا يرحمه، وهو بالمناسبه اسطوره الاهلاويه النهارده في اخر الفقره دي، بس فاكر لما كنت بتقول جالي المطار مخصوص علشان يسلم عليا، ومش عارف مين زعلان يروح له، مين مش عارف ايه بيشتري له ايه، يعني ده كان موجود بس اختفى فترة كابتن هاني، اختفى فترة طويلة جدا. ان احنا نعيد احيائه مرة تانية ده شيء مهم بالذات في الفترة دي. الله يرحمه كابتن جوهري في الوقت ده اصعب بكتير من اللي كان انا بقول انا بحترم على أيام جدا كابتن بحترم طبعا قرار فايلر، وان شاء الله نشوف
المنظومه ديت مكتمله ان شاء الله في النادي الاهلي، وده هيحل كتير جدا من المشاكل اللي ممكن حتى نشوفها في الدريسنج روم. ممكن كل ده يتحل من خلال وجود اخصائي نفسي او دكتور نفسي موجود في الجهاز الفني للنادي الاهلي. نروح بقى للاصابات، ها، واللي